الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الثامن من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. عشر كيس ديداد كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية هو اللي في الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وهم كسو جره باب الإعراب. إعراب محوية اللغة والإبانة عدين، تقول وحدي عربت وحان عدي عما في ضميري وحي قلبي يكجري. إصطلاحنا وتغيير ودورسون، دورسون كحقيقة لا كلمة آخر كذا، دورسون كحقيقة لا كلمة آخر كذا. ما حاكينا دورسون كعامل أما عوامل، عامل كيوم بعد جمع سي عوامل كالدوان وكلمة جليس. دورسون كهدون موغد اللفذي بالي اللفذي، هدون موقنين التقديري أو تقديرا بانجوغني. وعشر كسيدة نوغب بالله عن التقديري سيدة دوحة الإعراب واسم يفعل مضارع. اسمي كان نبات قلي حرف نشبه يفعل مضارع خالك كما ناضي لبن نون توكيد نون نسوى. اسمي إعراب كلو قدر صدح وها الاسم المقصور واسمي ألف كبك واسم معرب وآخر كيس ألف لازمة وحلو قدر حركوين كدن للتعذر بان اللو قدر جاء الفتى رأيت الفتى مرت بالفتى. اسمي اللواد منقوص بل واسمي كبك يا واسم معربو آخر كيس يا لازم عيتا يا أبو كبك يا أيو كبك وحلو قدري قدك يا هوسلقا كردقنا وكم وغني فضحضا كم وغني لخفتها. جاء القاضي مرت بالقاضي رأيت القاضي. اسمي السدح والمضاف إلى يا المتكلم واسمي لو يضاف يا المتكلم يا المتكلم لو إضافي وحلو قدر للمناسبة. ما أنت وحان قادنا إن فعل كمضارع لو قدر إعرابك أو تقديرا اسمي لو قدر إعراب وارنو وصدح واسمي مقصور يا اسمي منقوص يا اسم المضاف إلى ياء المتكلم أو تقديرا. مركا ما أنت وحان أركينا فعل كمضارع إعراب كلو قدر لفظا أهايا مد مغضى إعرابك أو تقديرا أهايا. مركا فعل كمضارع لو قدر إعراب وحدي وحوي الفعل المضارع المعتل أما المعتل الآخري. فعل مضارع إعراب لو قدر هدارة وإنها معتل الآخر آخر كسميد جرين محوك جر ذا صد حرف مذ واو ألفية حروف علة صد هاسلو يقن حروف العلة نحو ذا وصد واو ألفية. ولمن أين الكلمة ذا آخر كجلا مرك فعل مضارع إعراب لو قدر محويها مرك لونه وفعل مضارع معتل عدي معتل الآخر آخر كيس جرنيه إما بالواو وينو كجرنيه أو بالياء إنو كجرنية أو بالألف ألف إنو كجرنية. فعل مضارع معتل الله محو كجر ذا فعل مضارع ألف واو ياء ألف واو ياء كاسي نقلي نمر. فعل مضارع إعراب لو قدري وفعل مضارع معتل بكا معتل الآخر آخر كي سجرنية محو كجر ذا حروف العلة صدح ذا ألف واو ياء صدح سوكو جرى فعل كمضارع. اسمنا محوكو جرى لبا كريع
يا أيه ألف وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قادم والفتح بها عرف أما فعل كمضارع فنحو يغزو يخشى يهتدي صدع وكجر أو تقديرا أما من لا قدر فعل كمضارع مرك إعراب لو قدر كو وحان وين معتل يا أرض وين بكه وين جرنيا معتل الآخر آخر كيس جرنيا إما بالألف إنه كجرنيا أو بالواو أو بالياء وحان كو بالله إنه هدو يا فعل كمضارع معتل الآخر بالألف هدو ألف كجرنيا قد كوالو قدري ضمضة كردقة ولو قدري فتحة ولو قدري وكردقة وصدق مالك قال جزمها السكون كولو قدري وحاوي راب كان ولو قدري مارك فعل كمضارع هدوية معتل الآخر بالألف ألف هدي لو قدر ألف هدو كبك قد ولو قدري بالله وكردقة ولو قدري ورب ولو قدري فعل سيدي صدح حركة بوقات قد كردك رب حصرك ما قات ولا جزم فيها في الأف ولا حصرك وحلوه دون ولا خفض فيها في الأفعال أفعال لما حصرك حقا مركة هلك واحد كوغا تفير اسمها مقصورنا مركو ألف كوبوكي حركوين كنو ولو قدري جرسوا ماهي صوت محاول لأن الألف لا تقبل الحركة ألف يعني حركة أقرين حركة معقبش مركة فعل مضارع ومعتل الآخر بالألف ألف كبك وحلو قدري قدك يا كردك يا راب سو لو قدري قد فعل مضارع ومعتل الآخر بالألف أه في حالة الرفع جوغات في حالة الرفع نحو يخشى زيد نحو يخشى زيد زيد وعبسنايا يخشى وعبسنايا زيد زيد ما حد يمرك يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأليف منع من ظهورها التعذر يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة فعل مضارع ومعتل الآخر بالألف ألف كجرا وحالة النصب جوغ يخشى ذي لن هريك لن يخشى لن يخشى عبسا ما هي زيد زيد لن يخشى لن يخشى زيد هذه لن حرف النفين ونصب واستقبال لن أو نون أوي لن حرف النفين وحرف دين مع عبسنايات ونصب وحنا واكردت واستقبال فعل كمضارع المستقبل بيكده لن حرف النفين ونصب واستقبال لن حرف النفي ونصب واستقبال يخشى فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب فضحة مقدرة على الأليف منع من ظهورها التعذر لن يرضى لن يلقى لن يخشى لن حرف النفي ونصب واستقبال يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب فضحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر حالة جزمه رابك حرف علها تقينيس لم يخشى ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يخشى فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزمه حذف الألف هذا اسكسو كوبيس اختصار بالله
لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع. لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع وحكسوا لغو دواقاين وحبي ويالان. لم حرف نفي ودين مالي حرف نفي لم يخشى مع عبسنين وجزم وحنوي ريبته لم يقوم لم يفعل لم يضرب وقلب وحبي قدده محالك وقلب فعل كمضارع مركي قشو معنيه سي مستقبل كاوح صوص عدي كجدينو معناها وحيود دانسيني وحتقي ولم يخشى مع عبسنين بعد الله مع عبسن دونا مدهس وقلب معنيه بي قدينيسا قينيسا معنى ماضي اوكر لم يخشى لم يفعل ما سمينين وحيب المسلميات ما سمينين بعد يا ما سمين دونا صلى الله ما كلا وقلب معنيه بي قدينيسا معنيه مستقبل كفعل كمضارع الغوية قان أيه وحي معنيه كدي معنى التقي أوكا واختصاص وحي قوني لته ويقوني كتاب المضارع مضارع عم بيكشا لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يخشى فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف الأليف ومركا اسكسيو كوبيس هداد بالتفصيل يرفع فاهين اسو ديرين وحاديه يخشى فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الألف والفضحة قبلها دليل عليها لم يخشى لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص من المضارع يخشى فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الألف والفضحة قبلها دليل عليها الكا واحد كا بحث فعل مضارع ومعتل الاخر وبالالف الف كبك وحلو قدري قدك محلو قدري للتعذر وحدو الف كبك اما فعل مضارع حنق اما اسمي حنق سيده اسمي مقصور هدو الف كبك للتعذر بلو قدر وحركه كم غني مجر فعل مضارع حاله النسب جوغنا فضحد واد قدري محلو قدري للتعذر الف كبك فعل مضارع ومعتل الآخرة وألف كبك وحالة جزم جوغرابنا حرف كجرم بتقوينيس حذف حرف العل ألف كتقوينيس فعل كمضامر يخشى صماهن ألف كأوضن بيتقوينيس حالة جزمه لم يخشى لم يرضى مقر لم يرضى مرة لنقنن لم يخشى مع عبسنين فعل مضارع مركة وحاد كبح معتل الآخر بالألف ألف كجرن حالة رفعها ضمد كقدر محذو قدر اللي تعذر ألف وكبك ألف نحرك ما أقول لأن الألف الملسى لا تقبل الحركة لأن الألف لا تقبل الحركة فعل مضارع ألف كبك وحالة النسبة فالحاد كقدر محذو قدر اللي تعذر فالحظ مموقا كرت ألف بيننا وضمبي فعل مضارع ومعتل الآخر ألف كبك وحالة جزم جوغنا حرف علها جوه ألف كلفتي سجوه لم يخشى ولم يخشى إلا الله وحاي معنى قيبة اللواز فعل مضارع معتل الآخر بالواو فعل مضارع ما توو جرنية واو بكو جرنية واو فعل مضارع معتل الآخر بالواو ووكو جرهن محاليين حالة رفعها ضم ذوالو قدري قد كوالو قدري بالله فعل مضارع ومعتل الآخرة وبالواو ووكو جرهن حالة رفعه قد جو قد كوالو قدري محالو قدري لثقل عليس وو إيياء مدام يرسو قلان لثقل بالله وو إيياء وثقل ألفنا تعذر مسورو بايو تعذر مسورو بايو ويا فعل مضارع وحالة دي لباد أقوهد فعل مضارع بس صد حرف كجرنا ألف يا واو يا ألف وكسو بحد واو بعد هاد الجوكتا حالة دي لباد فعل مضارع ومعتل الآخر بالواو وكجرن
حالة الرفع جوجا ضمد والو قدرايا محلو قدر للثقل عليس نحو يدعو زيد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل يغزو جيش الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام حديث الإمام النووي رياض الصالحين كوكو كان باب الإخلاص يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء خصف بأولهم وآخرهم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وفيهم أسواقهم ومن ليس منه قال وفيهم أسواقهم ومن ليس منه ثم يبعثون على نياتهم يغزو ذا سوي مراد كنات محل الشاهد يغزو جيش عيدا بادولي يغزو فعل مضارع بعد يغزو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل يغزو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل أذكر تتار صباح يغزو يدعو يا كلوه مدوا وكبك إنه وقس بالغارة وقس على ذلك يدعو بس لغامر يغزو بس لغامر فعل مضارع وكبك على الرأ يسمو وسرمري يس وبسين يسمو وسرمري يسمو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل مثل الواو كبك يا هيسته يعلو نقواك يا يهجو وعاي وواسع قبل قال اسكو عاي هجاء له طيب فير هذا هلك فعل مضارع ومعتل الآخر آخر كي سجريها بالواو وكجرا ها ضمد والو قدري نحو يغزو نحو يدعو نحو يصمو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل محانا ضمد الواو قدري الثقل بعده عليس إن واو كبك حالة النصب هو مو وتظهر الفتح فتح هذه وموقنس سبب لخفتها ويتبرير لن يدعو قرآنك وعدي لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط لن ندعو سمر كوي هذا يدعو الله لن يدعو يصمو لن يصمو ما قرى يغزو لن يغزو حالة النصب هو موقنس ما هي موقتي فضحظوا لخفتها واحتبر يروى احتبر يروى لن ندعو قرآنك ويبا لن حرف النفي والنصب واستقبال ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب فضحة ظاهرة في آخره أن تأتيهم قرآنك سكما أن تأتي لن يقضي ما حكم يدي محمد المحمد الجورة احكم احي عدالة حكم عدالة لان ما حكم مركة هدي يأكبك لن يقضي وهو إيمان عفو لن يقضي لن يأتي ونوصه وصعته وحان قجر وو كبك عفو هدو وو كبك حالة النصب اللجو حالة النصب فضحذي ويموقني محي أموقتالوي لخفتها ويتوريرت عليه لن ندعو لن نغزو لن نصمو لن ندعو لن حرف النفي ونصب واستقبال ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النسيء فضحة ظاهرة في آخر
لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شضض بل إله سوى فجفير إنما كان يرى أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم بإله لما كان يرى وإله رمي توحيد الولاء والبراء وحيدين لن ندعو ما بريينه من عابدين من دونه إله سكدي إلها إله كلا لقد قلنا إذا شضض حداما أهنا الله كلان عابدين أن الله واحد كأهين وروا بحد قد مني وروا بحد قد مني وارك وتوحيدك وخالص سماء التوحيد الخالص وعدم الإشراك عقيدة صحيحة والمهم لن ندعو لن نغزو لن نغزو لن حرف نفي ونصب واستقبال نغزو فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب فضحة ظاهرة في آخره لن نصمو لن حرف نفي ونصب واستقبال نصمو فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب فضحة ظاهرة في آخره حالة جزمها صاحب حالة جزمها ميلو كقواسيون كولب أما فعل كمضارع حدي ألف كبك كو أما واو كبك لابو أما ياء كبك صدح صدح كبك لا سمع حروف علة عربي وصدح واو ألف ياء فعل كمضارع وحدونها كبك أما ألف كبك أما واو كبك أما ياء كبك حوم كيس واحد في حرف العلة حرف العلة هم بتجينيس لك جر أنت هو حالة الدنيا هجو معنى وحو دوني هكبكو أما ألف هكبكو أما واو هكبكو أما ياء هكبكو فعل مضارع معتل مية ها معتل الآخر مية حالة جزم مجوغ عرب ها حرف علاهم بدقينيس وحكال الله عرب كيهور لم يخشى سماه كان لم يدعو قرآن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو وضرته ومن يدعو لم يدعو لم يغزو لم يصمو حضوم مربع حالة جزمة جوغو فعل مضارع معتلية أما ألف هكبك أما واو هكبك أما ياء هكبك لا فرق حذف حرف العلة حرف العلة هم ما جرينا إنك بس ألف والله جري وهو والله جري وهي ياء والله جري حضوم مربع حالة جزمة جوغو لم يدعو لم حرف نفي وجزم وقلم واختصاص بالمضارع يدعو فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف الواو هذا صوقع بنيس يدعو فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف الواو هذا فافاين سبيت تفصيلي لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يدعو فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الواو والضمة وقبلها دليل عليها لم يغزو لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يغزو فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الواو والضمة وقبلها دليل عليها لم يصمو لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يصمو فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الواو والكسرة وقبل عفوا لم يصمو لم استدري عفوا لم حرف النفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يصمو فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها حالة دي لبعضنا وكبها حالة دي استدحاض وفعل مضارع عدن بيس ومعتل الآخر بالياء يأبك جري فعل كم مضارع ما أنت هو معتل معتل الآخر آخر كيس واجرني هاي بالياء يا أبو كجرني ها فعل مضارع أو معتل الآخر آخر كيس واجرني بالياء يا أنا كجرن وحال هذا هي حالة رفعها ضمد والو قدرها حالة رفعها ضمد والو قدرها يرمي يهتدي ها يرمي فعل مضارع دهد وفعل مضارع ومعتل الآخرة وياكو جرن مقرت حقو جرن حالة رفع معايا لنا
ضمد وهلو قدر آيا ضمد وهلو قدر آيا هل كان محاد كوغات لبا حالات لبي روفان فعل كمضاري هدو ألف كبك كو هدو واو كبك لبو هدو يا كبك صدح حالة جزمها سو اسكم من ماهي حالة سمين جري حذف حرف العلة حرف العلة هم بلقين ألف كواو ويا حال الله بعض يسكون مديه انقبحت فعل كمضاري هدو ألف كبك هدو وو كبك هدو يا كبك حالة رفعها ضم مقدرة ما فهمت تاس وحل وكلة تقع وحالة نصبة ما فهمت فعل مضاري ألف هكبك واو هكبك يا هكبك ما جوقنا حالة جزمة محوها حذف حرف العلة حرف العلة هكو حالة رفعة دان جوغنانا وهي كسمية الضمة مقدرة قد كوال وقدرة أما ألف كبكو ويخشى نقو أما وو كبكو يدعو نقو أما يا كبكو وحان نقو يهتدي يرمي ضمة مقدرة انت هو يسليه المقرة هل كان محاد كفا انت دو فعل كمضارع معتل بيهي حالة رفعة وجوغ وحدوني هكبك وضمة مقدرة أما ألف هكبك أما وو هكبك أما يا هكبك هدو حالة جزم جوغو فعل مضارع أو معتر حالة جزم جوغنا واسكم مت وحذف حرف العلة لبدا حالة ما فات لبدا واو ذاك مركب وحان قلينا فعل مضارع خاندها سالي قلي يا باش نحو وإنات خاند قليس ما قرأ ها واتقوبين إساميل بات قلنيس فعل مضارع ومركب معتل الآخر بالياء كجرا حالة رفع جوغا حكم يسمحوها ضم مقدرة يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها ثقة وحي ياء كبكي وهو ثقة وحي ألف كبك نوى تعظم ما البعض يعني سايسا وحالما إذا يرميها يهتدي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها أثقر يأتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها أثقر حالة رفع وهيسا صمة حالة النصب ويمو وكم وقنيس يسكو مده واو فعل مضارع ومعتل الآخر واو كبك حالة النصب محوها فضحضها ويكم وقنيس اللي خيفاتها فعل مضارع ومعتل الآخر ويأكو جرنة وحالة النصب جو وكردك فضحضوا ويكم وقنيس لماذا لخيفاتها ويتوريك مركا ماشي هذا محاتر يرمي حالة النصب لن يرمي يأتي لن يأتي أن يأتيهم قرآن صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم العذاب أن يأتيهم يهتدي ماشي لن يهتدي ما قرأت ساسوك امريد هو أنه سهل وحيف نحو يغزو يخشى يهتدي صدح مذكي بها البكاك معتل آخر بالواو كم بلوي يغزو بكوك معتل الآخر بالياء يهتدي بكوك معتل الآخر بالألف يخشى بكوك عقي فنحو يغزو يخشى يهتدي فنحو يغزو يخشى يهتدي مركا وحاوي كتب تصيد هذا النظم وحالوغا قال للحفظ وللإيجازي معلومة دي نو يكون سوكو باية ويا مركا وحان كجرا فعل مضار ومعتل الآخر بالياء يا كجر حالة الناس بجوغ فضحضوا ويكم وقني لن يغزو وحده مركا لن يرمي لن حرف النفي والنصب واستقبال يرمي فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب فضحة ظاهرة في آخره لن يأتي لن حرف النفي والنصب واستقبال يأتي فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره لن يهتدي لن حرف النفي والنصب واستقبال
يهتدي فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخر حالة جزمه بأصوال فعل مضارع ومعتل الآخر ويأكو جرهن وحالة جزم الجر حكم كي سمحونا قنايا يا حذف حرف العلة حرف العلة هو نسكبه بس حذف حرف العلة كان جرهن هذا يأبان جوغنا يأذن قه ماشي أهيد لن يرمي يرمي أليس لم يرمي ها يأتي ماهيس لم يأتي يهتدي ماهيس لم يهتدي ها ومن يهدي الله قرآن سوكم يهدي ها لم يرمي بعد مرك لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يرمي فعل مضارع يرمي فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف الياء داسك كوبس حذف الياء وبعده لم يأتي لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يأتي فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف الياء لم يهتدي لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يهتدي فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف الياء حديات بسطينة لم لم يرمي لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يرمي فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة وقبلها دليل عليها بعده لم يأتي لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يأتي فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة وقبلها دليل عليها لم يهتدي لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يهتدي فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة وقبلها دليل عليها فعل مضارع ومعتل الآخرة وركي سواء انتاس فعل مضارع ومعتل الآخرة وركي سواء انتاس قرأت وأقسامها أربعة رفع ميان جو جنم سوى كدر سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.